النهارده معانا الفيات 500 سي، عربيه مدينه طولها مش جايب 3 متر، والاحساس ان انت تبقى عايز تاخدها في معاك في الميداليا بتاعت المفاتيح، بس رهيبه. تعالوا نعمل لها تجربه قياده واكيد تسارع ونشوف ايه حكايتها. يلا بينا. قبل ما نتفرج على العرض ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيه، وادخل على انستجرام كمان لو عايز تعرف كواليس القناه. التشينكو تشانتو زي ما الطلاينه بيقولوا عليها، تشينكو تشانتو يعني 500، تمام؟ دي بقى السي اللي فيها السوفت توب من هنا الكابريو، تمام؟ عربيه مدينه باقتدار قد كده، موتورها 1400 سي سي تنفس طبيعي، بيولد 100 حصان و131 نيوتن متر، واصلين على نقل الحركه اللي هو اسمه ايه؟ اوتوميتد مانيوال ترانسميشن، خمس نقلات، زي اللي في مين؟ اللي فيكم ذاكر، ايوه البونتو، مظبوط، تمام. ومع ذلك العربيه عشان صغيره جدا و100 حصان فبتجري، والزيرو 100 بتاعها في حدود ال10 ثواني، والسرعه قصوى ممكن تكسر ال160. اوكي، الفيات ال500 السي احياء للتشينكو تشانتو الاصليه اللي انتاجها اعتقد وقف في سنه 1975، عربيه ناجحه كانت جدا في ايطاليا، وكان قبل كده في كمان حاجه اسمها التوبولينو، يعني مجموعه عربيات صغيره وبتنفع شوارع ايطاليا الصغيره الضيقه وروما، ودي احياء ليها، فمعموله بتصميم اللي بيسموه ريترو، يعني بيرجع بيك للعمر ورا، زي مثلا الفيات 500 اكس، ما هم قريبين من بعض. لو بصينا على العربيه من قدام، اول حاجه هتاخدوا بالكم منها الحته دي، ده الخط التقليدي اللي كان موجود في الفيات 500، وبصوا اصلا الكبوت اصلا عرضه قد كده، صغير جدا، ولكن الخطوط محافظين عليها بالظبط بالكروم اللي هنا، والفانوس طبعا هنا زينا، والفتحات هنا تمام، فتحات حقيقيه للتهويه، وفي فوج لايتس، ولكن محتفظين بالشكل مع اختلاف ايه؟ الزاويه بتاعت الازاز والسحبه كلها بتاعت العربيه. لذيذه جدا وليها وجه كده ايه؟ ضاحك، دمه خفيف، بتضحك. تعالوا نبص على موتور العربيه ال 1400 سي سي التنفس الطبيعي، وكاتبين لك هنا 100 اتش بي، 100 حصان و16 فالف، وبيطلع 131 نيوتن متر من العزم، واصل على نقل الحركه الخمس نقلات ال AMT Automated Manual Transmission زي اللي في البونتو، يعني هو في الأساس ناقل حركة يدوي وبيتحط له كده خدعة عشان ينقل هو إيه؟ أوتوماتيك. ولكن بصوا على حوض الموتور صغير إزاي في العربية، رهيب. من الجنب بيبان التأثير بتاع التصميم الحديث اللي هو الإزاز، الزاوية بتاعته حادة جدا، كل العربية زاويتها حادة عشان توفر بنزين وتبقى أيروديناميك أكتر، تنزلق مع الهواء أكتر. وهنا المرايات معمولة حلو يعني بكروم كفر. الكاوتش هنا في العربيه 15 بوصه 195 على 60، وبرده محتفظين بشكل الجنت رياضي جدا، وكلمه 500 في النص، اهتمام دايما بالتفاصيل عالي قوي. وهنا طبعا السقف السوفت والباب الواحد والمقابض الكروم الشيك جدا، وكلمه 500 سي و500 تحت مره كمان. وبصوا على العجله الخلفيه ازاي راجعه لورا قوي في العربيه، وده بيحافظ برضو على الشكل الاصلي بتاع العربيه. طبعا هم هنا حاولوا يكبروا على قد ما يقدروا قاعده العجلات، يعني يمدوها على قد ما يقدروا، وفعلا بصوا العجل الخلفي راجع لورا ازاي، ولكن التاتشات كلها حلوه جدا بالكروم، والكروم اللي في المقبض كمان. هاي حازم. الو يا ماجد. حازم صاحب العربيه يا جماعه. حازم هيورينا السقف، ورينا السقف حازم. واخدين بالكم هو سقف قماش وكلها بتتحرك لغايه ورا. زود بقى الحته الاخرانيه، ايوه واخدين بالكم كمان الازاز ده بيضم جوه، ضم للاخر كده يا جماعه، بقت عربيه مكشوفه. تعالوا نتفرج عليها. واخدين بالكم سقف كاشف العربيه ازاي؟ عربيه لذيذه جدا ملهاش حل. والسوفت توب اتلم هنا مكعبش حبتين بس شغال يعني. طيب حازم ترجع لنا السقف تاني. واخدين بالكم بيضم ازاي؟ والازاز هنا رجع لمكانه. لو بصينا على العربيه من ورا ف تيبيكال برضو الريترو ديزاين، التصميم القديم المستحدث، بالفانوس برضو مستحدث شكله حلو، والعربيه كلها صغيره جدا. طبعا هي فيها شنطه، تعالوا نبص عليها، بس شنطه قد كده. طيب يا جماعه تعالوا نبص على الشنطه،
185 لتر قد كده يعني تاخد حبة حاجات. والمشكلة فيها ايه؟ ان لو عندك حاجة كبيرة مش هتعدي من الحتة دي، بس ممكن تنزل الكراسي برضو لو عايز، ولكن برضو فعليا مش هتشيل كتير قوي. ولكن برضو حاطين لها مساعد وبيقولك انها 26 لتر اقل من شنطة الميني، بس الشنطة صغيرة جدا. نظرة سريعة على العربية من جوه، برضو معمولة بنفس الستايل اللي يحافظ على التصميم القديم بتاع العربية. وناقل الحركة هنا الـ AMT اللي هو ما فيهوش بارك، دي طريقة تعرفوا بيها على طول. وطبعا الزمن باين شوية في العربية، مفيش نظام ترفيه، في CD changer وراديو، والعداد الرئيسي بتاع العربية برضو بيحافظ على التصميم القديم بتاعها بالظبط. وكلمة 500 سي موجودة برضو بوضوح جدا، ولكن الكراسي برضو جلد زي الفيات 500 بالظبط، بنفس الاسلوب بتاع الهيد ريست من فوق، شايفينها المسند الرأس مدور. ونقل الحركة العالي جدا. هاي حازم. هاي ماجد، ازيك؟ تمام. حازم انت دكتور سنان مش كده؟ ايوه مظبوط. مش هتكلم تاني بقى خلاص، مش بخاف منكم قوي. مرعبين. عشان كده ركب العربية دي عشان الناس تحبني شوية. على طول ما علينا. عربية لذيذة جدا. حاليا عدد لفات الموتور زي ما انتم شايفين، وحتى العدادات شكلها ريترو لذيذ جدا. عزل الصوت مش كويس قوي بالسقف، وفي اصوات بتخش لك مش سقف، السقف مش محكم قوي، ولكن صغيرة ولذيذة جدا ملهاش حل يعني. فتحنا الازاز سنة عشان في صوت تصفيرة كده بيجي لنا من فوق. لو حطيناها لكم في سبورت كده، بقت في سبورت يا جماعة، بتفرق في سبورت، بس عزل صوت الهواء عالي شويتين. كده نقلت للخامس، بس الصوت بقى عالي قوي، وفي تصفيره انتوا سامعينها زي ما يكون عندك ابريق بتغلي فيه ميه، عارف؟ بريشر كوكر او كتل. بالظبط كده. لو خلينا السرعه عند 80 مش هنسمع الصفاره، فمش هنزودها تاني خلاص. بس لذيذه بشكل. طبعا الرؤيه فيها سهله قوي، انت اصلا تمد دراعك تجيب الشارع عادي يعني. العربيه ابعادها كلها قد كده. وفيها طبعا نقل من الطاره، فيها بادل شيفترز. كده انا نزلت نقله. صوت الموتور بيعلى على طول. صوت الموتور بيعلى. اعتقد ما عندكش اي مشاكل ركن. لا خالص، دي تحفه. رهيبه. هي عامله عرض موتوسيكلين تقريبا. بالظبط كده. طبعا الاوتوميتد مانيوال ترانسميشن بيعمل الحركه بتاعته المعتاده، ان انت ايه، بيحسسك بالنقل قوي. كنا اتكلمنا عنه باستفاضه في الديزاير. حلوه استفاضه دي يا جماعه، كبيره قوي. لكن طبعا العربيه صغيره بشكل انها بتلف حوالين نفسها اصلا، يعني هي كلها ايه، قد كده. ممكن تاخد ملفات بيها كمان بسرعة نسبية. سقط لها نقلة، نشوف التسارع عامل ايه. كعادة كل المواتير الطلياني بيحب يتقرس عليهم. يجيلك احساس اوتو كروس. ايه ده؟ احساس انك في اوتو كروس. كل حاجه مكشوفه قوي. الصفاره طلعت تاني يا جماعه، تعالوا نجرب كده.
طالعين من 320. طبعا فرامل العربيه كويسه جدا، العربيه قد كده يعني. برضو لو نزلت ايدك وفرملت على الاسفلت هتفرمل، وزي ما شفتوا العربيه بتجيب 180 بمنتهى البساطه. طيب يا جماعه تعالوا نعمل تجربه التسارع، يعني هم بيقولوا 10 ثواني هنشوف. هنحطها في المود المانيوال وسبورتس، وانا هنقل بنفسي وهنديلها بريك بوست. العربيه فيها ثبات الكتروني نطفي كمان اهو زي ما انتوا شفتوا، ونديلها بريك بوكس. ده نقل حركة مانيوال تقليدي ومتحايلين عليه عشان يخلوه أوتوماتيك. تلتاشر ثانية حازم، العربية اتسرعت من 0 ل 100 في 13 ثانية، يعني اوكي اوكي يعني. فيها شوية عيب بنزين، عيب بنزين. فيها شوية حاجات محتاجة تغيير، العربية محتاجة ان انت تقيفها شوية يعني، عارف، عايز اعمل فيها كده، عايزة كده شوية روقان وتظبطها تاني. لذيذة بشكل، صغيرة جدا، ركنها رهيب، والاحساس فيها زي كل العربيات الطلياني، لذيذ برضه. بالظبط، لذيذ قوي. لو تفتح بقى البتاع ده، طبعا كنا هنطير النهارده الجو هاوي قوي، لكن لو انت في مصيف وفتحت البتاع ده خلاص يعني لذيذه جدا. هي بقى هي تحفه. ويعني ممكن تطلع بيها على الشط عادي يعني. لذيذه قوي، عربيه لذيذه جدا ومختلفه جدا. وزي ما شفتوا نقل الحركه الاوتوماتيد مانيوال ترانسميشن، اللي هو ما فيهوش البي، مفيش وضعية بي، لأنه ما هواش نقل حركة أوتوماتيك بالمعنى، هو مانيول ومعمول فيه الخدعة ياها دي. ولكن عربية لذيذة جدا وفيها سبورتس مود، لما بتدوس السبورتس مود العربية فعلا بتتحسن، بتطير. وهي خفيفة جدا، بس اللي كابس على نفسها شوية هو نقل الحركة. وفي منها على فكرة، عشان تبقوا عارفين بقى، دي النسخة اللذيذة قوي اللي هي الأبارث. مش بس الأبارث، في منها الاجد اللي هي الاي في الكهرباء الجديده خالص، 500 اي لا بريما، دي بقى جامده جدا، لانها تبقى ايه بقى قد كده، بس طبعا الرينج بتاعها هيبقى 50 60 كيلو، لا 350 كيلو رئيسيه. دي تبقى كلها بطاريه من تحت اساسا، لان 350 كيلو الرينج بتاعها، وبتشحن في 5 دقائق تمشيها 50 كيلو متر، يعني اراوند سيتي. لذيذ جدا برضه، هي معمول حسابها سيتي كار، بس بتهيالي الكهرباء من دي اللي تبقى هايله لو جابوها يعني. طبعا هي موجوده، انا شفت منها واحده مخصص هنا في بان هيلز. ايه ده، ما وقفتوش ازاي؟ انا ما كانتش موجوده، انا قعدت اتفرج على عربيه عايز اخدها في حضني وامشي بيها. بس دي تستحق الكهرباء، لان دي تبقى رهيبه، تحفه. بس حازم ثانك يو، ات واز ا بليجر. عربيه لذيذه جدا، خدها معاك وانت طالع بقى البيت. رهيبه. بس لو الكلام ده عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب واغسلوا اسنانكم كويس قوي. باي باي. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجودة عليها.